بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في لقاء سؤال وجواب الخاص بالمحاضرة الثالثة وهنبدأ مباشرة بعرض الأسئلة وزي ما احنا شايفين هدول مجموعة أسئلة طلاب وطالبات لكن تقريبا بيحكوا يعني بنفس النقطة الموضوع كله بتعلق بالسؤال الأول والسؤال الثاني فأنا حل شق منهم والشق سي حل كامل ومن خلال حلنا إحنا حيتم الإجابة على الأسئلة هدول أو حنرجع لهم بعد ما نخلص الحل ونبدأ نقرأ الأسئلة ونجوهم مع بعض السؤال الأول شو بيقول لي هان طبعا معطيني بيقول لي المجموعة اللي هي مكونة من الاليمنت واحد واثنين وثلاثة وأربعة ومعطيني هو الريليشن a و b و c و d. كلهم d فبيقول لي مثل الريليشن هاي باستخدام الماتريكس باستخدام الماتريكس طبعا احنا زي ما اتفقنا هنشتغل على الشخصي انه هاي ريليشن اللي انا عايز امثلها هذه باستخدام الماتريكس موضوع التمثيل بسيط هو اولا انا بدي اجي اكتب الاليمنت الصفوف والاعمده العناوين تاعتهم عناوين الصفوف وعناوين الاعمده بشكل increasing order يعني بشكل تصاعدي فببدا من واحد اثنين ثلاثة أربعة ومن هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة هي معنى كلمة increasing order لكن النظام اللي زي هيك هذه خطا احنا ما نشغل الكلام هذا مصفوفه خاطئه واضح النقطه هاي طيب فاو بنيجي احنا على الريليشن هنيجي نطلع هان اللي يعني نيجي نطلع واحد وواحد هل ينتمي ل ار اذا بينتمي ل ار حكتب هنا واحد اذا لا ينتمي ل ار حكتب هنا صفر موضوع بكل بساطه لكن انا بقدر اريح حالي مباشره باجي بقول هاي واحد واثنين اللي تنتمي ل ار هاي واحد واثنين أكتب هنا ايه واحد واحد وثلاثة يعني واحد وثلاثة بنكتب هان واحد واحد واربعة وبنكتب واحد بعدين اثنين وواحد يعني اثنين وهي واحد بنكتب هنا واحد اثنين وثلاثة اثنين وثلاثة هنا واحد لكن لاحظ ما فيش عند اثنين واثنين فبنكتب ايه صفر الى اخره هيك احنا بنكون رسمنا الماتريكس الصحيحة اللي خاصة بالريليشن هاي تاعت سي طيب ايه الشق التاني السؤال الثاني بقول determine whether the relation اللي هم هدول اللي في السؤال الأول are reflexive هل هم reflexive irreflexive symmetric antisymmetric أو transitive وليش واي طبعا الواي هذه تشمل لهم كلهم يعني هتقول لي هي transitive ولا لا وليش هل هي antisymmetric ولا لا وليش هل هي symmetric ولا لا وليش هل هي irreflexive أو reflexive اه ولا لا وليش طبعا فبالتالي احنا موضوع الواي يشملهم كلهم طيب نبدا بالشق الاول اولا تعال نشوف موضوع الريفلكسيف لو اطلعنا على الريليشن اللي هان هلاحظ انه ما فيش عندي بما انه عندي واحد وواحد او اثنين واثنين او تلاتة وثلاثة او اربعة واربعة لا تنتمي الى ار مباشرة هذه عملت لي ايه not reflexive يعني تكفيني عدم وجود واحدة من هدول مش تا... مش لا تنتمي إلى R بالتالي خلت لي إياها نوت واضح؟ كمان مرة لو كان عندي واحد وواحد واثنين واثنين وثلاث وثلاثة وثلاثة ينتموا إلى R لكن أربعة وأربعة لا تنتمي إلى R هتطلع عندي هنا إيه؟ نوت ريفلكسيف هي معنى كلمة OR هدولة لكن هل هي reflexive؟ تعال نشوف مع بعض لاحظ هنا واحد وواحد and 2 و2 اند 3 و3 اند 4 و4 يعني كلهم هدول ولا واحدة من هذول لازم تنتمي الى ار عشان تصير عندي ايه ريفلكسيف لكن لو واحدة من هذول انتمت ل ار يعني واحد وواحد انتمت ل ار او 2 و2 او 3 و3 او 4 و4 هتبطل عندي ايه ريفلكسيف هذا اجابه اللي هو بالنسبة لموضوع الرفليكسيف والرفلكسيف ففي معي اللي هنا هي نوت رفلكسيف ليش نوت رفلكسيف انا هيني شرح لك الواي تاعتها ليش هي الرفليكسيف؟ برضو انا كاتب لك ايش السبب تاعها الواي تاعها طيب تعال نشوف موضوع السيماتريك والانتي سيماتريك اولا عشان يكون الحل سهل عندنا احنا خلينا نسرد الاليمنت يعني احنا الاليمنت تاعين مين الريليشن واحد واثنين واحد وثلاثة واحد وأربعة اثنين وواحد اثنين وثلاثة اثنين وأربعة زي ما أنت شايف ثلاثة وواحد ثلاثة واثنين ثلاثة وأربعة سردناهم كلهم بشكل عمودي زي هيك، هلا نيجي نطلع هنا الحين واحد واثنين نيجي بنعكسها هل اثنين وواحد ينتمي إلى آر؟ نعم اثنين وواحد ينتمي إلى آر. بالنسبة لواحد وثلاثة هل ثلاثة وواحد ينتمي إلى آر؟ نعم ثلاثة وواحد ينتمي إلى R هاي بعدين واحد وأربعة بالنسبة لإليمنت واحد وأربعة هل أربعة وواحد ينتمي إلى آر؟ نعم هاي أربعة وواحد ويمشي إلى آخر لاحظ حتلاقيهم كلهم ينتموا إلى آر لأنهم كلهم ينتموا إلى آر اللي هم المعكوسهم يعني إذا كانت هنا A و B يعني هنا B و A ينتمي إلى R كلهم فبالتالي هي إيش طلعت معي سيماتريك طلعت سيماتريك لكن السؤال هنا لنفرض أنه الثلاث يعني عندي أنا أربعة وثلاثة تنتمي إلى لكن ثلاثة وأربعة لا تنتمي إلى R إيش صارت عندي؟ Not symmetric مباشرة يعني كل هدولة فيش مشكلة فيهم لكن صارت عندي مشكلة هان سبب واحد يكفي بأنها تخليها not symmetric واضح؟ هذا طبعا لو افترضنا أنه و والأربعة لا تنتمي إلى R لكن بالنسبة للجواب السؤال اللي معنا زي ما احنا شايفين كل هدول ينتموا الى R عشان هيك هي ايه symmetric. لكن لو واحد من هدول أو أكثر كانوا لا ينتموا إلى R حتبطل عندي سيمتريك، واضحة النقطة هاي؟ طيب، تعال نشوف أنا هل هي أنتي سيمتريك؟ مباشرة بما أننا أنا عندي واحد واثنين ينتمي إلى R، لكن اثنين وواحد برضه ينتمي إلى R، بالتالي هي مباشرة بطلت أنتي سيمتريك، أو بمعنى آخر متى بتكون هي انتي سيمتريك؟ هي بتكون انتي سيمتريك لما بيكون عندي واحد واثنين ينتمي لار، واثنين وواحد لا ينتمي لار. واحد وثلاثة ينتمي لار، وثلاثة وواحد لا، يعني كل هدول يكونوا ايش؟ لو كل هدول كانوا لا ينتمي لو فرضا يعني، حنيتها حتكون عندي انتي سيمتريك. فبالتالي في المثال اللي عنا هنا هي سيمتريك، لكنها نط. يكفيني انك تعطيني سبب واحد تقول لي ليش هي نوت انتي سيمتريك، سبب واحد يكفي واضح؟ فانت ممكن تيجي تقول لي هنا هاي واحد واثنين، هاي ينتمي لار لكن اثنين وواحد ينتمي لار ايضا، فهذه بتخليها ايه؟ نوت انتي طيب نيجي للشغله الثالثة اللي هي موضوع الترانزيتيف. في موضوع عشان تبقى حل عندك سهل احنا ممكن زي ما حكى القانون يعني اول ما نيجي هان حنيجي نعرض الاي و والاي بي في الحاله هذه اللي هم كل الاليمنت تعين ريليشنز كتب لك اياهم بشكل عمودي زي هيك بعدين عايزين نشوف البي والسي وبعدين نشيك هي العلاقه تاعت الاي والسي مش هو اذا كان عندي اي وبي ينتمي ينتمي لار بي و ينتمي لار نشوف إذا كان اي و ينتمي لار ولا لا إذا كلهم ينتمي لار R هنقول عنها ترانزيتيف لكن إذا لقيت عنصر واحد لا ينتمي لار في الاي A و مباشرة هقول عنها إيه not ترانزيتيف طيب تعال نشوف كيف إحنا اشتغلنا هنا جينا سردنا الاليمنت واحد واثنين واحد ثلاثة واحد أربعة اثنين واحد اللي إحنا من هذول طبعا أنا ما أخدهم. 1, 2 واحد واثنين واحد ثلاثة واحد أربعة إلى آخره سردناهم بشكل عمودي زي هيك لنجي نجي نطلع على عالم البي والسي ولاحظ هنا عند البي والسي اللي هم شو الفرق بين هادو وهذا والعلاقه ما بينهم إنه هدول الشق اللي هان والشق اللي هان مشتركين يعني تسرد لي هنا كل الاليمنت اللي حيبدو باثنين يعني بالنسبه لواحد واثنين مين هم الاليمنت اللي حيبدو باثنين طبعا مباشره ممكن لما اجي على الاليمنت اللي هان اطلع وين هان لاحظ هذا هم ما فيش غيرهم هدول اللي بيبدو باثنين اثنين اثنين يعني هم اثنين وواحد اثنين وثلاثه واثنين واربعه بعدين يجي العنصر اللي بعديه واحد وثلاثة عايز عايز ابدا بالاليمنت اللي بيبدا بثلاثة حمشي هنا هيك اه هاي من هم ثلاثة وواحد ثلاثة واثنين وثلاثة واربعة بكتبهم هنا هيك بعدين نيجي على واحد واربعة مين اللي بيبدا باربعة اللي هم اربعة واحد واربعة واثنين واربعة وثلاثة هاي بعدين نيجي هنا عندنا على اثنين وواحد مين اللي بيبدا بواحد اللي هم هيهم واحد واثنين وواحد وثلاثة وواحد واربعة الامور يعني هنا واضحة نيجي مثلا على اثنين مين بيبدا بثلاثة؟ اللي هم هيهم ثلاثة وواحد، ثلاثة واثنين ثلاثة وأربعة، بكتبهم برضه هان. الآن إحنا هاي الشق الأول خلصناه، بعدين عبينا الشق الثاني اللي هو البي نشيك. فنيجي نطلع الآن على واحد واثنين واثنين وواحد. طبعا لاحظ إيش المشترك بينهم اللي هم مين؟ الاثنين. إيش حيصفى عنا؟ واحد وواحد. السؤال هنا هل واحد وواحد تنتمي إلى آر؟ لا. هذا لا تنتمي إلى آر، يبقى مباشرة ما دام هاي لا تنتمي ل R حقول عنها مباشرة not transitive انا يكفيني سبب واحد فقط ان تخلي لي اياها not transitive يعني لو كان عندي ألف لو كان عندي ألف وحدة بقول انها transitive لكن طلع لي واحد فقط او او حالة واحدة بينت لي انها not transitive مباشرة بحكم عليها انها تكون not transitive لكن لاحظ هنا يعني بدي على ذلك هي عندنا الحاله هاد واحد وواحد هي اللي كانت لا هذا اللي خلتها نوت ترانزيتيف لكن لاحظ لما عملنا واحد واثنين واثنين وثلاثه بينت عندي واحد وثلاثة تنتمي الى ار فيش مشكله عندي واحد واثنين واثنين واربعه اللي هو واحد واربعه حتصفي عندي برضه ايه تنتمي الى ار لكن انا بطلعش على اللي ينتمي الى ار صرت بطلع على اللي لا ينتمي الى ار عشان تكشف لي اللي انها تصير نوت ترانزيتيف فبالتالي انا يكفيني سبب واحد بانه يحسم يحسم الامر وانه يقول لي انها نات ترانزيتيف زي فكره نوت انتي سيمتريك او نكون نوت سيمتريك فهذا الموضوع يعني زي لما نحكي احنا في منحه لطلاب وبالتالي احنا لابد من توفر الشروط التاليه يعني مثلا يكون يتحدث اللغه العربيه الانجليزيه معدله فوق التسعين 90 ومثلا من سكان فرضا واشنطن بنلاقي طلاب كلهم متوفرين اول ثلاثه لكن بتلاقي بس يعني انت متفوق باللغه العربيه واللغة الإنجليزية ومعدلك ممتاز لكن مش من سكان واشنطن على الفاضي خلاص وبالتالي هنا انت صرت غير مؤهل وهان نفس الشيء فبالتالي نرجع الان بعد احنا ما جاوبنا على السؤال هنا هيك بدنا نشوف الاسئله مع بعض فبقول لي أنا هل احنا بنجيب الخصائص للمجموعه ولا للمصفوفه لا انت حتجيب لي للمجموعه طيب بعدين هل جيت في السؤال الاول قصه الترتيب التصاعد احنا حكيناها انت لازم تكتب لي هنا واحد خلينا انا امحي السكراتش عشان نشغل بينه فعلى سبيل المثال هو بيقول الترتيب التصاعد الترتيب بتاعت اللي هنا هيك واحد اثنين ثلاثة أربعة يعني غلط تعمل لي زي هيك هي معنى الترتيب التصاعد من الصغير للكبير واضح بعدين بالنسبة للسؤال الثاني ونكتب السبب لكل الخواص نعم احنا هنا لاحظ كتبنا السبب ل ليش نوت ريفليكسف كتبنا السبب ليش هي ريفلكسيف كتبنا السبب ليش هي سيماتريك كتبنا السبب ليش هي انتو سيماتريك وطبعا احنا هنا كاتبين السبب انه ليش هي نوت ترانزيتيف والسبب هو زي ما شفنا انه واحد واثنين ينتمي الى ار واثنين وواحد ينتمي الى ار لكن واحد وواحد لا تنتمي الى ار مباشره فصارت عندي نوت ترانزيتيف أهرب هذا بالنسبة لهذا السؤال هنا احنا ما شرحنا على المصفوفات موضوع الترانزيتيف نعم انه نحن نقدر نطلع على ريليشن او على المصفوفة ونقدر نحكم عليها انها ترانزيتيف موضوع معقد وموضوع احنا ما شرحناهوش ولا حنشرحه خلال الكورس هذا يعني مش مطلوب منا انما يكفيك انك انت تتطلع لي على على الريليشن نفسها وتسرد تعمل نفس النظام اللي زي هيك عشان تشوف لي هل هي ترانزيتيف ولا لا يعني احنا مش حنسأل ولا حنشرح انه احنا كيف نقدر نعرف انه ريليشن هاي ترانزيتيف ولا لا فقط من خلال المصفوفه طيب بعدين هنا سؤال هو اذا كان العلاقه الترانزيتيف بيكون لها سبب السؤال هنا مش واضح شو قصدك يعني انه هنا ترانزيتيف بيكون لها سبب انما هي لها معطيات يعني ان توفر الشرط A و B وتوفر الشرط B و C معا فانا بطلع هل A وسي ينتمي ولا لا اذا ينتمي لكل العناصر حقول عنها ترانزيتيف اذا عند عنصر واحد لا ينتمي حقول عنها ايه؟ نوت ترانزيتيف، فبالتالي هي اذا المعطيات وجدت لكن سؤال هنا لو انا مش معطيني مثلا يعني مش معطيني البي والسي، بنفع اجي اقول هي هاي ترانزيتيف ولا لا؟ يعني بس انت معطيني ايه وبي؟ ما بنفعش ما بقدرش لانه المعطيات مش كامله. فبالتالي انا هذه الصفه للريليشن انها تكون الترانزيتيف ولا لا حسب المعطيات تاعتها يعني لابد من توفر المعطيات عشان اقدر احكم عليها ان هذا الترانزيتيف ولا لا يعني بنفعش اجي اقول لك مثلا اجمع لي خمسة ستقول لي هجمع لك خمسة وايه لانه عملية الجمع هنا عملية ثنائية بتطلب مني رقمين خمسة ورقم معين لكن لما اقول لك اسمع لي خمسة وسبعة فيش مشكلة انت هتجرى عملية الجمع لان وفرت لك المعطيات فنفس الشيء بالنسبة لموضوع الترانزيتيف، لابد من توفر المعطيين اللي هم مين؟ الـ A والB والـ B, وال -B وال -C. واضح؟ عشان أقدر أشوف إن الـ A والـ C ينتمي ولا لا ينتمي، واضح؟ هذا بالنسبة للشق الأول. طيب، نكمل مع بعض، نشوف السؤال اللي هان. طبعًا السؤال هنا هو كان السؤال الثالث من ضمن الواجب، وأنا طالب منك أنا معطيك المجموعة اللي هي مكونة من الإلمنت A, B و C. ورسم لك انا الادجسنس ماتريكس او الماتريكس اللي بيمثل المجموعه هاي او الريليشن هاي وطالب منك تسرد لي الريليشن باستخدام اللي هو الروستر ميثود عن طريق سرد الاليمنت الان هنا السؤال هل احنا بنجيب احرف ولا ارقام من عندنا لا احنا احنا ملتزمين بالاحرف اللي هنا بالارقام والنظام حيكون زي هيك يعني هم بالاساس انت حتعبي الارقام زي هيك A B C D برضه بالترتيب هذا يعني تبدا ب A بعدين B بعدين C بعدين D وما تخربطش ما ينفعش تحط مثلا D بالاول يعني هاي برضه مع معنات Increasing Order وهن نفس الشيء A B C D ليش لانه لما اجي انا ارسم Relation تاعتها منها حتفرق معي العناصر اللي هان فبالتالي لما بدي اجي على العنصر واحد اللي هان اللي هو مين A و A بعدين الواحد الثاني اللي هو A و B فبالتالي انت لو غيرت في الـ في الاماكن اللي هان حتختلف عندي وبالتالي حتعطيني Relation تختلف فاحنا هنا الدقة في الترتيب مطلوبة. العنصر الثالث نوفر مع بعض وبالتالي A و A A و B A و C هيها بعدين طبعا هنطلع على الوحدات فقط بعدين نشوف عندنا هاي B و B هيها بعدين عندنا C و C هيها بعدين C و D هاي C و D زي ما احنا شايفين بعدين D و A واخر شيء ال D و D فهذا هو الإجابة الإجابة للعملية رسم او سرد الريليشن الخاصه اللي بمثلها الماتريكس اللي موجود عندنا هنا تمام السؤال اللي بعدي آه، سؤال بيقول طب احنا اعطينا في المثال اكزامبل رقم 11 هذا من من النوت او المحاضره وكنا معطيني المجموعه A مكونة فيها الاليمنت 1 و2 و3 طلبنا احنا آه، في المثال اللي معنا انه اسرد لي او اسرد لي ريليشن بحيث انها تكون آه، بوث تكون سيماتريك وانتي سيماتريك بنفس الوقت لكن ما تكونش ريفلكسيبل، فاحنا اعطينا الاجابه هاي. طبعا احنا في الشرح حكينا انه هذه اجابه صحيحه. السؤال هنا هذه ليش اعتبرتها سيماتريك وليش اعتبرتها انتي سيماتريك؟ لانه ما فيش عندي انا اي سبب يخليني اقول انها نوت سيماتريك، وبرضه ما فيش عندي اي سبب يخليني اقول انها نوت سيماتريك. واضح؟ فبالتالي الاليمنتس اللي هم طيب ليش هي نوت ريفلكسيف لان انا مش مكمل 3 و 3. يعني المفروض عشان تكون ريفلكسيف تكون عندي واحد وواحد اثنين واثنين وثلاثة وثلاثة كلهم ينتموا إلى R. فالسؤال هنا بتقول طبعا اه هنا تحقق الثلاث شروط في المثال اللي معنا لما كانت اللي هو ال واحد واحد واثنين واثنين. طب احنا لو حكينا المثال اللي هان هل حقق نفس الشروط؟ طبعا لا تعال نطلع على الريليشن اللي هاي السؤال هنا الريليشن هاي هل هي ريفلكسيف حتقول لي لا ليش هاي مش ريفلكسيف لانه 3 و 3 لا ينتمي الى الريليشن هل هي الريفلكسيف حتقول لي برضه لا ليش لانه 1 و 1 ينتمي لمين للريليشن او 2 و 2 ينتمي للريليشن وهذا العكس موضوع خاصية الريفلكسيف طيب هل هي هاي سيمتريك لو طلعنا هنا طبعا انا بطلعش على العناصر المتشابهه انا بطلع على العناصر المختلفة لو قلنا هنا واحد واثنين واثنين وواحد هدول الاتنين هيك لحتى الان احنا ماشيين في السليم او ماشيين في اتجاه ان هذه ايه؟ سيماتريك لكن هذا اللي عملت عندي المشكلة انه انا صارت عندي ثلاثة واثنين ينتمي للريليشن لكن اتنين وثلاثة لا ينتمي للريليشن فهذا اللي خلت لي اياها ايه نوت سيماتريك هاي شغلة بعدين نوفي مع بعض ونشوف موضوع الانتي سيماتريك هل هاد انتي طبعا كمان مره بطلعش على العناصر المتشابهه بطلع على العناصر المختلفه لو جينا هنا هيك لو بدينا في هاد هل هادي هي في عندي 3 و2 فيش 2 و3 بالتالي حتى لو احنا ماشيين في اتجاه الانتي لكن وين المشكله المشكله اللي عندي في هدول هدول اللي خلوا لي اياها نوت انتي سيمتريك هدول اللي خلي لي اياها ايه not anti -symmetric. يعني فرضا لو انا كانت العلاقه هاد مليانه عندي ارقام مختلفين عن بعض لكن هدول اللي كانوا موجودين على الفاضي برضه حتى ما ايه not anti -symmetric. طيب اتمنى اكون جاوبت على الشق هنا الان احنا سؤال هنا من من النوت اللي شرحناه لما احنا كنا محددين موضوع السيمتريك والانتي سيمتريك طبعا السؤال هنا ما انا كاتب A و B طب انا كيف عاملهم بيسوونش بعض نعم أنا أوضح النقطة هاي أولا أعتقد أنه في سؤال قريب منه نفس الفكرة لما أقول أنا A و B وبي متغيرات A و B تعني أنهم بيختلفن عن بعض أو بيساون بعض لكن لما اقول A و E الكلام لازم يساوون بعض او لما اقول بي و B ما تكلم لازم يساوون بعض فبالتالي لما اجي اقول A و B A و B تشمل العناصر المختلفه والمتشابهه فلما كتبنا الشقان كنت كنت بقول لها أن استثني العناصر المتشابهه وتطلع على العناصر المختلفه زي ما تو حكينا هان لاحظ في موضوع السيمتريك والانتي سيمتريك احنا اتجهنا موضوع الواحد واحد واثنين واثنين وركزنا على العناصر المختلفه طبعا اعتقد هذا نفس الشيء بالنسبه انه في موضوع الترانزيتيف انه الاي والبي والسي ينتمي للار بس هم لازم يكونوا بيختلفوا عن بعض لا برضه مش شرط احنا قلنا الاي والبي والسي قد يتشابه او قد يختلفوا وهذا الكلام احنا هنشوفه من خلال الامثله بعتقد انه هيك وضحنا احنا النقطه اللي هان واضح طيب اه السؤال اللي هنا اه طبعا هذا السؤال اعتقد كان من محاضره انا معت ريليشن ار 2 فيها 1 1 1 2 2 1 وسال هل هي ترانزيتيف ولا لا طبعا هي نوت ترانزيتيف ليش احنا شفنا الرقمين اللي هنا هيك 1 و2 و2 و1 فيهم عنصر مشترك مين الاثنين هي البي في المثال اللي معنا فلازم يطلع عنده واحد وواحد، نعم طلع عنده واحد وواحد، بس أنا كاتب هنا لو قلبناهم زي هيك يعني كانت عنده واحد واثنين أو بمعنى آخر اثنين وواحد وواحد واثنين، يعني شايف مش مش اثنين وواحد ينتمي لآر؟ نعم، واحد واثنين ينتمي لآر؟ نعم، فإحنا لما نطلع ناخذ الوحدات اللي هم القاسم المشترك حيصفي عند اثنين واثنين، لاحظ هنا اثنين واثنين لا تنتمي إلى آر، هذول هذه اللي هنا هي هذا السبب المشكله اللي خلت ليها اياها نوت ترانزيتيف ممكن تكون عندي معطيات ثانيه عاملاها كلها ترانزيتيف لكن طالما وجد سبب واحد فقط بخلي لي اياها نوت ترانزيتيف هذا يكفيني عند اول سبب بقف وبقول هي ايه نوت ترانزيتيف طبعا اعتقد ان السالس السؤال هنا احنا ما بكفيناش انه احنا نعمل يعني وبالتالي لما نيجي نقول انه واحد واثنين واثنين وواحد هذه بيطلع منها واحد وواحد هاي لا نقول عنها ترانزيتيف لا لازم نفحص كل الخيارات اذا في كل الارقام اللي تابعه للبيرز اللي تابعه للريليشن اذا في فقط كلهم تمام ترانزيتيف ما عدا حاله واحده فقط مباشره هقول عنها ايه نوت ترانزيتيف واضح طيب السؤال هنا طبعا ما دي ريليشن هنا ومعرفاني اياها باستخدام روستر ميثود وقال لنا إيه A تساوي سالب بي طبعا على الزد على الست زد اللي هم الاعداد الطبيعيه من سالب ما نهايه لموجب ما نهايه هل هذا الريليشن آه نعم في الحاله هاي طالما انه معنا آه لانه A و B يعني A بتساويش B آه بس ممكن نقول هنا يعني مثال هل واحد وواحد ينتمي الى لهاي لا لانه واحد بيساوي سالب واحد اثنين واثنين ثلاثة وثلاثة سالب أربعة وسالب أربعة لكن لكن لازم يختلفوا عن بعض لكن ممكن نقول مثلا انه واحد يساوي سالب السالب واحد لأن انه الواحد بيساويش السالب واحد بيختلف عن بعض فبالتالي هي الريفلكسيف يعني الاعداد المتشابهه لا تنتمي لهاي اللي هي الزد طبعا حتى لما نجي نقول صفر وسالب صفر الصفر يساوي سالب صفر اذا كان في سالب للصفر اساسا هذا موضوع طبعا اللي جدل انما الفكره هان انه العناصر المتشابهه زي واحد وواحد واثنين واثنين وثلاثه وثلاثه وما لا نهايه وما لا نهايه وسالب واحد وسالب واحد وسالب ما لا نهايه وسالب لا ينتمي لمين للريليشن فبالتالي حنقول عنها ايه الريفلكسيف طيب سؤال هنا لو كان عند المجموعة 2 5 و 6 وحكى لي هذه العلاقة طبعا ما فهمتش السؤال هنا بس أنا خليني بدي أحل الأسئلة على هذول ريفلكسيف ولا إير ريفلكسيف من خلال الريليشن اللي معطيني إياهم هون فنجي نطلع إحنا إحنا عندنا الريليشن هاي فيها 2 و 1 3 و 2 3 و 1 4 و 1 4 و 2 4 و 3 السؤال هنا هل هي ريفلكسيف مباشرة هتقول لي طبعا لا هذه نوت ريفلكسيف ليش؟ لأنه فيش فيها 1 و 1 لا ينتمي او 2 و2 لا ينتمي لار، او 3 و3 او 4 و4، يعني واحده منهم تكفي ان تعمل اياها نات ريفلكسيف، هل هي الرفلكسيف؟ نعم، لانه لاحظ لا 1 و1 ولا 2 و2 ولا 3 و3 ولا, ولا 4 و 4 ينتمي الى ار، وبالتالي هي ايه؟ هي ايه؟ الرفلكسيف، لكنها نات ريفلكسيف. نيجي على هاي، هل هاد ريفلكسيف؟ حتقول لي طبعا لا، ليش هاي نات ريفلكسيف؟ لانه لا خلينا ننتظر هنا اولا شوف انا هنا في ملاحظه هاي بقول عنها اذا انت محدد لي المجموعه اللي عامل عليها الريليشن على اعتبار انها واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه هتصير عندي في الحاله هاي نوت ريفلكسيف لكن اللي شايفه انا مستنبطه من غير ما اعرف المجموعه من ريليشن نفسها أن الاليمنت اللي فيها اللي هم واحد وثلاثه واربعه وخمسه مباشره حتيجي تقول لي انا هذه نوت ريفلكسيف ليش؟ لانه ما فيش عندي خمسه وخمسه، خمسه وخمسه لا ينتمي الى ار مين اللي ينتمي بس واحد وواحد وثلاثة و وأربعة وأربعة خمسة وخمسة لا ينتمي R مباشرة فبالتالي هي نوت ريفلكسيف هل هي الريفلكسيف برضو لا ليش لأن واحد وواحد ينتمي لار أو ثلاثة وثلاثة ينتمي لار أو أربعة وأربعة ينتمي إلى ار فبالتالي في المثال اللي معنا هذا لا هي ريفلكسيف ولا هي إيه واضح السؤال اللي بعديه طبعا السؤال طالب بيسأل بيقول طب لو إحنا معطينا المصفوفة هاي، هذه المصفوفة تمثل ريليشن معينة، وفقط الاختلاف عندي بين العنصرين المعمولين بالاحمر هان، ففي الحالة هاي شو بتكون هل، يعني لاحظ الواحد والواحد هان، والواحد والواحد اللي هان، والواحد والواحد اللي هان اللي عقبالهم، لحتى لان احنا ماشيين في موضوع السيماتريك. لكن وين المشكله صارت تضرب؟ عندي بهان هذا الصفر وهذا واحد وهذا واحد وهذا عقبال الصفر هذا الخلل لحاله الوحيد اللي خلى لي مباشره نوت ايه نوت سيمتريك طبعا احنا احنا عارفين انه هذه اساسا هي ايه نوت انتي لوجود الواحد والواحد اللي عقبال بعض لكن هل هي سيمتريك طبعا لا ايش اللي خلاها نوت سيمتريك مع انه هذول الشروط كلهم متوفرين لكن هذا السبب الوحيد اللي هنا اللي خلى ابطل انها تكون سيمتريك، آه, فبالتالي في المثال اللي معانا هاد، هذا الماتريكس ال, ال, يمثل ريليشن نوت سيمتريك نوت انتي سيمتريك. طيب، السؤال آه, هنا لو اعطانا المجموعه A ايه اللي مكونه من ايليمنت واحد واثنين وثلاثه وحكى لنا يكون علاقه من هذه المجموعه تكون ريفلكسف وايررفلكسف اند يعني تكون عند ريفلكسيف والريفلكسيف بنفس الوقت طبعا هذا مستحيل مستحيل تكون عند علاقه ريفلكسيف والريفلكسيف بنفس الوقت لكن احنا لاحظنا مع بعض انه ممكن يكون عندي سيماتريك وانتي سيماتريك بنفس الوقت فيش مشكله ممكن يكون عندي نوت سيماتريك ونوت انتي سيماتريك بنفس الوقت فيش مشكله ممكن يكون عندي نوت ريفلكسيف ونوت ار بنفس الوقت فيش مشكله لكن يكون عند ريفلكسيف وريفلكسيف بنفس الوقت هذا كلام مستحيل في إمكانية. أه سؤال هنا أه بفرق التبديل في الترانزيتيف انا صراحة ما فهمت شو السؤال هنا فهذا السؤال بده توضيح يعني شو يا جماعة لما حد بده يكتب لي سؤال يكتب ما يعطينيش اسئلة هيك عام اقعد انا أحذر، فانت اكتب لي مثال يعني عندك شغلة معينة هات لي مثال توضيحي زي الامثلة اللي بنعرض هنا، هيك احنا بنقدر نجاوب هذا كلام عام وانا حقدر احذر يعني ايش السؤال على انا صراحه هذا السؤال مش واضح شو طيب نكمل مع بعض نشوف السؤال اللي هنا طالب بيسال اذا كان المجموعه 1 و2 و3 الريليشن معرف عليها 1 و 1 2 و 2 3 و 3 2 و1 السؤال هنا هل هي سيماتريك شو تعريف السيماتريك انه اذا كان عندي A و B ينتمي الى R لازم B و A ينتمي الى R طبعا هاي في الحاله هاي نوت سيماتريك ليه لان طبعا انا هطلع على العناصر المختلفه بطلعش على هدول كلام واضح هطلع على العناصر المختلفه في الحاله هاي اللي هي 2 و1 بما انه عندي 2 و1 في عندي 2 هذا 2 و1 في عندي 1 و2 لا بما انه 2 و1 ينتمي الى ريليشن لكن 1 و2 لا ينتمي الى ريليشن بالتالي هي نوت سيمتريك ماشي هل هي انت سيمتريك نعم لانه عندي 2 و1 ينتمي الى ار و1 و2 لا ينتمي الى ار فهي ايه انتي هي not سيمتريك وهي ايه؟ نوت سوري هي نوت سيمتريك وهي ايه؟ انتي طيب سؤال هنا آه, الخاصية الانتي سيمتريك إذا كان جميع الأرقام غير متشابهة إلا رقم واحد متشابه هل هذا يمنع أن يكون كمان مرة الأسئلة زي هذه السيز مش واضحة انا حضطر ان انا مثلا قعدت من الان حطيت مثال من عندي لربما هذا هو السؤال ولا لا فرجاء شايف كيف نظام الاسئله اللي هنا هذا السؤال هنا واضح معطيني كونكريت اكزامبل وطالب حله ما تعطينيش امثله زي هات لي مثال كونكريت اكزامبل وقول لي الحل هيك ولا عشان اقدر افهم بالضبط شو المطلوب فانا اللي استنبطته انه هو بيقول يعني معطيني ريليشن نفرض اللي هو كلهم مختلفين عن بعض 2 و3 و3 و1 4 و3 و1 و2 4 و1 هل هذه انتي سيمتريك أه مع وجود عنصر واحد متشابه يعني مثلا هاي عنصر واحد متشابه او ان تشابه انا ما بياثرش على موضوع انها تكون سيماتريك ولا ما دعوه خارج الصوره اساسا احنا دائما كل ما قلنا لك لما احنا في موضوع السيماتريك ولا أنت ما بنطلعش على العناصر المتشابهه بنطلع فقط على العناصر المختلفه بنطلع في المثال اللي معانا هان هل في هي 2 و3 في 3 و2 لحتى الان لا في 3 و1 في 1 و3 لا في أربعة وثلاثة في ثلاثة وأربعة لا في واحد واثنين في اثنين وواحد لا في أربعة وواحد، في واحد وأربعة لا بالتالي هي إيه أنتي طبعا ما أثرش عندي وجود الأربعة والأربعة يعني إن وجدت الأربعة والأربعة من ضمن ريليشن أو انشالت ما بتأثرش أنا يعني لأن فقط بطلع على مين العناصر المختلفة بتمنى أن يكون هذا هو السؤال وهذه الإجابة اللي عليها طبعا طالب هنا طلب أسئلة أكثر على موضوع أن نحن نعطي مجموعة يعني هاي المجموعة عندنا هنا هيك ومعطيك الريليشن وطالب جاي لك طب لاحظ المجموعة هي مكون فيها العناصر خمسة وستة وسبعة وثمانية وجاي لك هات الريليشن بحيث انها تكون بوث سيماتريك اند انتي سيماتريك تكون طبعا سيماتريك وانتي سيماتريك بنفس الوقت لكن ما تكونش ريفلكسيف ممكن نجاوب زي ايش نقول خمسة وخمسة سبعة وسبعة ثمانية وثمانية فيش مشكلة طبعا هل هل ريفلكسيف لا ليش؟ لانه فيش عندي 6 و6 تنتمي للريليشن هل هي الريفلكسيف طبعا لا ليش لانه عندي 5 و5 ينتمي للريليشن هل هل هذه سيماتريك اولا ما فيش سبب عندي يقول لي انها نوت سيماتريك فبالتالي هعتبرها ايه سيماتريك هل هي انتي سيماتريك برضه نعم لانه ما فيش عندي السبب يقول لي انها نوت سيماتريك واضح الشق اللي بعديه جاي لي هات الريليشن بحيث انها تكون ريفلكسيف not symmetric لكنها تكون anti -symmetric. يعني ما تكون symmetric وتكون anti symmetric وتكون irreflexive لاحظ ممكن الأرض تكون عندنا زي هيك أنا هنا ولا عناصر متشابهة. يعني لاحظ فش عندي لا خمسة وخمسة أو ستة وستة أو سبعة وسبعة أو ثمانية وثمانية فبالتالي صارت عندي إيه هنا irreflexive هل هي سيماتريك؟ طبعا هنا سوري هل هي سيماتريك عندي هنا؟ انا انا جاي انها تكون نوت سيماتريك، كلمة نوت سيماتريك يعني إذا كان عندي A و B ما يكونش عندي B و A، يعني بالتالي إذا هذه 5 و 6 ما يحطش أنا 6 و 5، إذا 7 و 8 ما يكونش عندي 8 و 7، إذا في 8 و 6 فيش 6 و 8، فبالتالي في الحالة هذه هي نوت سيماتريك وهي طبعا إيه؟ أنتي سيماتريك. الشق الأخير هنا عايزين نكون نوت نوت ريفلكسيف، نوت إيرفلكسيف بنفس الوقت يعني لاحظ تكون نوت ريفلكسيف ونوت ريفلكسيف بنفس الوقت تكون نوت سيماتريك وتكون نوت انتي سيماتريك يعني لا هي ريفلكسيف ولا هي ريفلكسيف ولا هي سيماتريك ولا هي انتي سيماتريك مثال هنا نعم احنا عطينا خمسة وخمسة وسبعة وسبعة هذول وجود الاثنين هذول او واحد منهم خلى لي اياها ايه؟ نوت ريفلكسيف هي اول شغله لكن ليش هنا صارت نوت ريفلكسيف؟ لانه ما فيش عندي 6 و6 ما فيش عندي 8 و8 ينتموا لريليشن. يبقى هي عشان هيك هي ايه؟ نات لعدم وجود 6 و6 وعدم وجود 8 و 8 بالاضافه لل7 و7 و5 و5. طيب هل هي نات سيماتريك؟ نعم، ليش هي نات سيماتريك؟ لان انا في عندي هنا 5 و7 ما فيش عندي 7 و5. هذا اللي خلتها ايه؟ نات سيماتريك. هل هي نات انتي نعم، لانه في عندي 8 و6 ينتمي الى ار وفي عندي سته وثمانيه ينتمي الى ار هذه خلت لي اياها برضه نوت اتوقع ان هدول يعني وضح الامثله بتوضح اللي هو موضوع السيمتريك والانتي سيمتريك اللي هو زي شبيه بالامثله اللي اعطيناها في المحاضره السؤال الاخير طالب بيسال هل احنا بنعمل ضرب مصفوفات زي توجيهي هو ضرب المصفوفات احنا ما حكيناش عن ضرب المصفوفات اساسا هان ما فيش عندنا ضرب مصفوفات اساسا هو لكن موضوع الطريقه شبيهه في موضوع الترتيب بموضوع ضرب المصفوفات حكينا يعني مثال انا عندي ال ال هذه الاشاره هان اللي هي زي درجه الح الحريه هذا او ال او الدائره الصغيره اللي هي معناها الكومبوزايت لها قوانين قوانين فاحنا بنيجي هنا مثلا عندي المصفوفه A ايه والمصفوفه B هذا باعتبار انه هذه المصفوفه تمثل ريليشن انا بعملش ضرب زي الضرب اللي اخذته بتوجيهي لا انا جيت قلت هنا لما بتكون وطبعا انا هذا المثال ماخده ما من النوت يعني لما ترجع على الفيديو تاع المحاضرات هيبقى المثال واضح عايزين احنا نجيب الاي كومبوزايت البي هذا اسمها كومبوزايت مش ضرب هذا موضوع ريليشن ليس مصفوفات بحت فليجي احنا هنا نقول كيف احنا بدنا نجيب عشان نجيب الحد الاول هذا لحاله هيك شو بدنا نعمل بدنا نيجي على الواحد اللي هان تقاطع الصفر اللي هان بعدين نعمل اتحاد صفر تقاطع الصفر اتحاد واحد تقاطع الواحد الكلام اللي كاتب لك اياه هان اساسا. لو عايز اجيب الحد الثاني تاع الناتج هنيجي نقول هنا واحد تقاطع الواحد اتحاد صفر تقاطع الصفر اتحاد واحد تقاطع الصفر. الكلام اللي كاتب لك اياه هان الحد الثالث نفس الشيء هنيجي نقول هنا واحد تقاطع الصفر. والصفر اتحاد صفر تقاطع الواحد اتحاد واحد تقاطع الواحد كاتب لك اياه انا هان فموضوع الترتيب اللي زي هيك هذا شبيه بالضرب اللي اخذناه في المصفوفات، لكن هو ليس عمليه ضرب هذا عمليه تقاطع واتحاد واضح وطبعا احنا هنعمل نتيجه التقاطع والاتحاد حسب القوانين اللي اخذناها في المحاضره واضح فبالتالي هو ما فيش عندنا ضرب مصفوفات لكن هي الى حد ما قريبه من ضرب المصفوفات. لكن هذا موضوع ريليشن مع بعض والموضوع عملية كومبوزات وليس ضرب زي ضرب اللي خدتوه بتوجيه اعتقد أنه هيك احنا نصل لنهاية المحاضرة اتمنى ان تكون الاسئلة واضحة او الاجابات واضحة وبتمنى برضو انه في, في, في الاسئلة القادمة تكون الاسئلة واضحة ما فيش اسئلة عامة ورجاءً انه ما حدش يسالني على على الخاص تاع الفيس او يسالني على الخاص تاع الواتساب كلام ما ضحكته اكثر من مره انا في الاخر الاسئله فقط اللي بتكون مكتوبه على المجموعات هذه اللي انا بمسكها واللي بفرزها واللي بجاوبها من خلال المحاضرات اسئله واجوبه نراكم ان شاء الله اللقاء القادم يعطيكم الف عافيه